لو طلبت من حضرتك إنك ترسم دايرة زي اللي قدامك كده، سواء كانت بتحرك هيدروليك سيلندر أو بتحرك هيدروليك موتور، هل عشان ترسمها محتاج بقى تقعد تطلع مسطرة وقلم وتدور على علبة الألوان بتاعت العيال إخواتك وتجيبها عشان ترسم بالمنظر اللي أنت شايفه ده؟ ولا في حاجة اسمها ستاندر سيمبل أو رموز قياسية لما نيجي نرسم بيها دايرة الهيدروليك بنرسمها بيها؟ ايوه يا سيدي، عارف عارف يا اللي بتتكلم، انك بتقول لي في الايزو 1219، تمام. بس هل انت عارف بقى ان الايزو 1219 اهو اللي قدامك ده بيتقسم الى جزئين؟ الجزء الاول اسمه ايزو 1219 داش 1، والجزء الثاني اسمه ايزو 1219 داش 2. ايه بقى داش 1 وداش 2، وده بتاع ايه وده بتاع ايه؟ تعال بص معايا كده. الايزو 1219 داش 1 هو اللي انت دايما بتتعامل بيه وانت عارفه، يعني مثلا لو انت عند حضرتك السيمبل اللي قدامك ده، ده تفهمه على انه ايه؟ هو ده الثروت الفالف. طب لما تحب ترسم البامب، بترسمها كده الهيدروليك بامب، الصمام الدايركشن كنترول 4 على 2، ده موتور كهرباء، ده فلتر، ده هنا بريشر ريليف فالف، ده سيلندر، ده تشيك فالف. حلو، ده هنا اللي بيعرفك ازاي ترسم الرمز اللي انت عايز تعبر عنه من خلال هذا الايزو البارت 1 او الجزء الاولاني. بس السؤال بقى، هو لما اجي ارص الحاجات دي مع بعضها عشان اعمل دايره، ارسمها ازاي؟ ارسم البامب الاول وبعدين سلندر وبعدين دايركشن وبعدين موتور كهرباء وبعدين ارسمهم ازاي؟ ولا الترتيبه تختلف؟ ولا احط ده قبل ده؟ من الذي يجيب لحضرتك عن هذا السؤال؟ الذي يجيب عنه هو بقى الايزو 1219 داش 2، اهو ده بقى، ده الايزو 1219 داش 2، وزي ما انت شايف بارت 2 منه هو خاص بالسيركت دايجرام. ازاي ارسم السيركت دايجرام؟ لما تيجي ترسم دايره الهيدروليك او النيوماتيك، لانه هو بيتكلم عن الفلويد باور، فالفلويد تعني الجازز والليكويد، عندك 5 مستويات اساسيين اهو. حلو كده. في المستوى الاول نحط ايه؟ قال لك هتحط البامب البرايم موفر بادئ الحركه، سواء كان ديزل او سواء كان الكتريك موتور. تاني مستوى ليفل تحط السنسور اليمنت. ثالث مستوى تحط حاجه اسمها البروسيسنج اليمنت، عناصر التشغيل. رابع حاجه هتحط الكنترول اليمنت، بعد كده هتحط الاكتويترز اللي عندك. طيب دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه جه قال لك انا عندي هدي رموز للاجزاء اللي احنا هنتعامل بيها، يعني البامب هديها رمز البي، الاكتويتر هدي له رمز الاي، البرايم موفر ام اللي هو الموتور، الاس اللي هو السنسور، الفي اللي هو الفالف، والزد مثلا هديها لحاجه اي اكسسوارز زي عدادات عايز احطها هديها رقم او رمز الزد. طيب لحد كده تمام. تعال بقى قال لك بعد كده لما تيجي ترص هذه العناصر حطها لي في كود او اكواد زي ما انت شايف كده. الرقم الاولاني ده خاص بالسيتنج او الدايره الاولى، حاجه اسمها الانستاليشن نمبر، يعني رقم اللوحه نفسها او التجهيزه نفسها. بعد كده بتدخل على السيركت دايجرام، ممكن يبقى في نفس اللوحه اكتر من سيركت. وبعد كده بتدخل على الكومبوننت كود اذا كان بامب، اذا كان اكتويتر، واذا كان بعد كده الكومبوننت نمبر، يعني فالف يبقى في مثلا ويبقى النمبر بتاعه 1 2 3 4 وهكذا. تعالوا نشوف كده مع بعض، هل الدايره دي تحقق المتطلبات اللي ايزو 1219 داش 2 قالها ولا لا؟ بص كده، نعمل فاصل وبعدين نبدا. فعلا ده الانرجي سبلاي اليمنتس دي محطوطه تحت، يبقى دي اللي هي وحدات الامداد بالقدره او الطاقه. طيب بعد كده الانبوت اليمنتس، اهي دي اللي سميناها سينسنج اليمنتس، يعني وحدات الاحساس بالاشارات او الادخال. ثم يجي بعد كده البروسيسنج اليمنت اللي هي وحدات المعالجه للاشارات اللي جايه، ثم بعد كده هطلع على الكنترول اليمنت، ثم بعد كده على الوركينج اليمنت اللي هي وحدات التشغيل. ده كده بقى الترتيب اللي احنا حطيناه ده يطابق ويكافئ مين؟
ايوه الايزو 1219 داش 2. تعالوا كده عشان ادربكم شويه على المفهوم ده، وازاي تبقى لما تقرا دايره من دوائر خاصه من الشركات الكبيره زي شركه فيستو على سبيل المثال، لما بتحط بعض الدوائر بتعملها بهذا التنسيق وهذا الترتيب الرائع الحقيقه، ويفهمك اصلا المكونات بتمشي ازاي. شايف هنا؟ يلا مين يقول معاك؟ ده واحد اس واحد، برافو. يبقى هو اس بس سنسور واحد اللي هو بوش بوت، وعندي عداد زد واحد وعندي عداد زد اتنين فخدوا الرقمين دول. بعد كده عندي فالف كام؟ اتنين. يبقى هنا في فالف، حط له بقى المره دي في واحد عشان واضح انه هيبقى فيه اتنين. اه فعلا فيه اتنين، لكن هل السلندر فيه سلندر تاني؟ لا، هو سلندر واحد فسماه ايه بس اللي هي موجوده هنا. خلاص تمام. ناخد الدايره اللي بعدها بسرعه كده. في عندي هنا باين كام؟ ادي فالف، ادي اس 3 مسميه بقى حسب ما يسمي، هنا اس 4 وهنا فالف 1 فالف 2 وبعدين في فالف 3 اهو وفي فالف 4 هنا وفي فالف 5 هنا اهو وادي 6. وبعدين بص بقى لما بدأ يبقى عندي اكتر من سلندر فسماه سلندر A1 وسمى سلندر A2. تمام. طبعا هيجي زميل عزيز بقى يقول لي ايه يا عم انت كبرت الموضوع ليه كده، بس ما العمليه سهله، ما احنا عارفين سلندر ولا اتنين حتى، ودايره الهيدروليك مثلا البامب تحت والموتور ومش عارف الريليف ودايركشن خلاص، ما هي بسيطه اهي. اقول له بسيطه بقى، استنى يا ريس، لما يبقى عندك اكتر من اكتويتر او مشغل او سلندر او موتور هيعمل اكتر من شغلانه، فانت محتاج هنا تفهم السيكونس كويس جدا، وساعتها هتضطر ترجع تتعلم من تاني وكأنك بتبدأ من اول وجديد لما تشوف المنظر اللي قدامك ده. بص دي لما تكون بقى شغالة على الطبيعة او على الحقيقة عاملة ازاي، شايف المنظر؟ لاحظ كام اكتر من اكتويتر قدامك بيشتغلوا في توقيتات بقى متزامنه مع بعضها، وعشان يعملوا ايه حاجه بسيطه بس، السوسته اللي انت بتشوفها دي السبرينج ده او الياي ده. السؤال بقى مين بقى اللي يدخل الاول ومين التاني، وده تبع ايه، وانهي سولونويد بيشغله، وده بعد كام لفه يكون خلص ويرجع ويدخل التاني بعديه ويدخل التالت بعديه. هتعرفها ازاي وتقرا الدايره ازاي وتتتبع اخطائها ازاي اذا لم تكن عندك الرؤيه الكامله لهذه الدوائر بتشتغل ازاي وبتقراها ازاي. الحقيقه كان في بحث رائع قوي عن الايزو 1219 وتطوره عبر السنين، يعني عملوا اتنين باحثين من جامعه العلوم والتكنولوجيا في كوريا، جمهورية كوريا، وتتبعوا زي ما انت شايف كده الهيستوري بتاعته بدأت ازاي. ففي سنة 1991 بدأ إصدار أول طبعة من الأيزو 1219، بعدها سنة 95 ظهرت الطبعة الأولى برضو من الأيزو 1219-2، وبعدين في سنة 2006 حصل تاني إديشن أو تاني طبعة من الأيزو 1219-1، وبعدين بعدها 2012 اتعملت الطبعه الثانيه من الداش 2، وبعدين في 2012 اتعملت الطبعه الثالثه من الايزو 1219 داش 1. فمثلا بيوري لك بعض الفروق اللي حصلت عليه، انه مثلا كان في 2006 كان البريشر جيج اللي هو الديفرنشال يعني اللي هو الفارقي يقرا نقطتين كان بيترسم كده، في 2012 بقى يترسم كده. البامب مثلا الفاريبل ديسبليسمنت كانت في 2006 تترسم كده، لكن عايز احدد الاتجاه ما كانش هنا بيحددها، دلوقتي بدأ يحددها في الايزو 1219-2 التعديل بتاع 2012 اللي هو التعديل الثالث. يعني دي كده يعني باختصار بعض التعديلات اللي تمت على الايزو عموما 1219 عشان يبقى عندكم فكره عن تطوره وعن انت بتشتغل ازاي وبترسم دايره بتاعتك ازاي. طيب يا عم خلاصه الليله دي بقى يا عم وائل، السلندر او الدايره بتاعتنا الاصليه بقى لما نحب نرسمها يعني نرسمها ازاي؟ قال لك بسيطة خلاص، يعني السلندر ده اهو الدايرة قدامك، لما تحب ترسم السلندر اكوردنج للستاندر يبقى هيبقى عبارة عن الشكل اللي انت شايفه، الصمام هيبقى بالشكل ده، السروت الفالف هيبقى بالشكل ده، الفلتر الريليف البامب
الموتور ثم الخزان، وبذلك تكون هي دي دايره الهيدروليك اكوردنج للستاندرد داش 1 وداش 2. ماشي كده، والى هنا ينتهي هذا الفيديو ونلتقي على خير. استنى استنى، انت قايم ليه؟ هو انا اقول الى هنا ينتهي هذا الفيديو وانت هتقفل وتمشي؟ مش لسه يا ريس، انا خلص اقول الى هنا ينتهي الفيديو اللي انا بقوله، لكن في حضرتك الهوم ورك بتاعك او واجبك لازم تعمله. اتفضل تعالى تعالى اقعد تاني، نفذ اللي بقول لك عليه ده. درو هيدروليك سيركت دايجرام، ارسم دايره هيدروليك عايزك ترسمها لي بحيث انها لنفس الدايره اللي فاتت، بس بشرط ان انا عايز اوقف السلندر عند اي وضع من اوضاع التشغيل، يعني وضع معين اقف هنا اقف هنا اقف هنا، خلافا للي كان موجود في الدايره دي. لكن عايزك ترسمه اكوردنج تو ايه؟ الايزو 1219 داش 1 وداش 2، خلاص؟ وتوريهاني وانا ان شاء الله لو في اي حاجه هرد لكم عليها او هراجعها لكم، لو حد عايز وحابب ان هو يتعلم ويمشي معايا واحده واحده. صح، ماشي الحال. لحد هنا نكون خلصنا بقى الفيديو بجد، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.